عندما نتصفح آخر الأخبار والمستجدات الطبية نجد أن الخلايا الجذعية تتصدر مشهد العلاج التجديدي، فهي تعد بآفاق واسعة في تقديم علاجات للأمراض، خصوصا الأمراض المستعصية. كيف يمكن أن تبرز هذه الخلايا في استخدامها كعلاج مستقبلي؟ سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعن دور بنك الخلايا الجذعية في المساهمة في توفير علاجات مستقبلية وبارقة أمل للكثير من المرضى مع ضيفي الدكتور ماهر الصراف. يعطيك العافية دكتور ماهر. أهلين، صباح الخير. دكتور ماهر خبرة على مدار عقود، يعني بدناش نكبر حالنا ولا نكشف عن أسرارنا، ولكن الاسم بحد ذاته كافي دكتور ماهر. الله يخليك، يعني 50 سنة وصلنا. دكتور ماهر، أنا اليوم في حوزة قامة علمية، قامة علمية بدأت مشوارها في النسائية والتوليد واليوم في الخلايا الجذعية. هذه المسيرة المقترنة والمترابطة مع بعضها البعض في كلا التخصصين، دعنا نتحدث اليوم عن بنك الخلايا الجذعية ودوره، لكننا نفتتح اللقاء بالحديث عن الخلايا الجذعية. ما المقصود بالخلايا الجذعية دكتور؟ الخلايا الجذعية من اسمها جذع أو stem cells بالإنجليزي، هي الخلايا التي تكون أساسية وبدائية في الجسم. نعم. ومنها يتكون الأنسجة المتخصصة، يعني الخلايا الجذعية هي غير متخصصة، هي بدائية، وهي تتحول في الجسم إلى خلايا متخصصة مثل خلايا الكبد، خلايا العظم، خلايا الجلد، كلها تنتج من الخلايا الجذعية. ويوجد في الجسم ما يقارب من 200 خلية متخصصة. متى تصل إلى مرحلة أن تصبح متخصصة دكتور هذه الخلايا؟ هل يجب أن يكون مساعد خارجي وتدخل خارجي، أم هي من تلقاء ذاتها تصبح متخصصة؟ هي من تلقاء ذاتها بتكون الجسم. الجنين يتكون من خلية أولا، ثم خليتين، ثم 4، ثم 8. هذه كلها خلايا جنينية وجذعية بنفس الوقت، وهي التي تفضلون استخدامها. وهي التي تفضلون استخدامها دكتور؟ لا، هي جنبية. هذه تمنع في العالم من استخدامها، لأن الجنين يكون غير قابل للحياة ويمكن أن يتأثر إذا استخدمناها. نحن ننتظر ليصبح الجنين أكبر، يعني الجنين بمثابة إنسان له تفاصيل التكوين الجسمي، إيدين وإجرين. هنا يعتبر صحيح هو جنين في بطن أمه، لكن تكوينه داخل بطن أمه هو تكوين إنسان، يعني مكتمل. نمو. نعم دكتور. إذا استخدامها يكون دكتور هذه الخلايا وهو الجنين في بطن أمه أم بعد الولادة؟ الخلايا الجذعية اكتشفت في القرن الماضي، في منتصف القرن الماضي 1950، واكتشفت في النخاع العظمي بالأساس. نقل عظم، كانت في نقل عظم، نسمع دائما كنا نقل عظم. بالضبط، كان نقل النخاع العظمي، لكن هذا جاء متأخرا بعد اكتشاف هذه الخلايا التي تكون الدم. فوجدوا أنه عند المرضى بالأمراض المستعصية مثل سرطان الدم وعدم المناعة ونقص في المناعة، وجدوا أن الخلايا الجذعية في هذا المنطقة غير كافية لإنتاج دم جديد، ولذلك بدأوا في نقل النخاع العظمي من الإنسان السليم إلى الإنسان المريض، حتى تتكون هناك في خلايا في النخاع العظمي للإنسان المريض تتكون الخلايا الدموية من كل أنواعها. نعم دكتور، كما ذكرت في بداية اللقاء أن الخلايا الجذعية تبشر بعلاجات مستقبلية واعدة، وأنت تقول هنا في الإجابة السابقة بأنه الخلايا الجذعية تم اكتشافها من قبل العلماء في القرن الماضي، لكن لماذا خلال هذه الفترة والآونة الأخيرة سادت بشكل يتصدر المشهد كترند؟ يعني المشاهير، ما إن يصبح مثلاً أنه في خبر بحمل رأساً يفكرون بفكرة الخلايا الجذعية والسرة وهذه التفاصيل،
ولماذا تم اقتصارها دكتور على المشاهير؟ لماذا يتخوف الناس العاديين من اللجوء إلى مثل هذه الخطوة؟ في الأساس الخلايا الجذعية أعطت يعني انتشار كبير بعدما اكتشف أن هناك خلايا جذعية في الحبل السري وليس فقط في النخاع العظمي. عظيم. لما كانت في النخاع العظمي كانت محدودة في علاج أمراض العظم أو أمراض النخاع، لكن في 1988 اكتشف طبيب فرنسي أن دم الحبل السري يحتوي أيضا على خلايا جذعية، واستخدمها مباشرة في علاج مرض اسمه فانكوني، هو عبارة عن فقر دم خبيث يعني لا يستطيع الإنسان أن يعيش معه، وبدل دم الخلايا هذه للمريض بدم خلايا جذعية من حبل سري ونجحت، وحتى الآن هذا المريض على قيد الحياة. نعم. من هنا انتقلوا إلى يعني قفزة أخرى، فقفزة جديدة، إنه أنا عندي خلايا جذعية في الحبل السري اللي هو عندي ملايين منه، وهو الحبل السري أصلاً يعتبر نفايات كان يقذف مع الولادة، ولا زال في بعض، ولا ما زال في كثير من الأماكن صحيح، لكن إذا هذا النفايات هاي فيها أغنى خلايا فلماذا لا أستخدمها؟ ولأنه ضرورة استخدامها يحتاج إلى حفظها، والحفظ يحتاج إلى تجميدها، فبدأوا في إنتاج صناعة جديدة وهي صناعة التجميد للخلايا الجذعية، لأن هذا التجميد يكون تحت الصفر 196 تحت الصفر، فيحتاج إلى نوع من التجميد أو نوع من استخدام التبريد الراقي. نعم. ولذلك هم استخدموا النيتروجين السائل الذي يجمد هذه الخلايا ويحفظها إلى سنين طويلة. تصل إلى كم دكتور؟ عدد السنوات؟ حالياً الأمريكان قفزوا قفزة جديدة، إحنا بالأول كانوا يقولوا 25 و20، لكن قبل سنة أو سنتين بدأوا الأمريكان بالإعلان عن تجميد لـ 78 سنة. أوف. طبعا هي تقنية واحدة، لكن الشجاعة في الاستمرار في التجميد واستخدامه بعد 30 سنة. نعم. ويبدو أنه نجحوا في ذلك، يعني ما كان في تأثير كبير على هذه الخلايا. لماذا دكتور أصبحت موضة رائجة هذه الأيام رغم ظهورها منذ الثمانينيات وقبل؟ يمكن تعرف دائما التقنيات الطبية والتقنيات الصناعية متلازمتين ويكملوا بعضهم البعض، فلما احتاج الطب إلى تجميد بهذا الانخفاض من درجات الحرارة، نعم، وبنفس الوقت بهذه المدة الطويلة، فتمشي التقنية الصناعية تسير مع متطلبات التقنيات الطبية. نعم. فبالتالي دكتور أصبح هنالك إقبال واسع، في الأمس غير اليوم واليوم غير غدا. صحيح. هل الناس العاديين أصبحوا أيضا، وعندما أقول الناس العاديين أقصد من الطبقات غير المثقفة كليا بهذا الموضوع، هل لجأوا فعلا كمان إليكم في البنك، بنك الخلايا الجذعية، أم أكثر المراجعين لديكم وأكثر عملاءكم هم الأشخاص الواعين والمثقفين بماهية الخلايا الجذعية؟ طبعا هؤلاء الناس أكثر، لكن الانتشار أصبح على مستوى أفقي على جميع الطبقات وجميع المستويات العلمية، لأنه الانتشار العلمي والحديث عن هذا الشيء انتشر كثير في العالم كله. ما الأمراض دكتور التي يمكن أن تقي منها استخدام الخلايا الجذعية؟ هل وصلنا إلى مرحلة أيضا نعالج الأمراض العصبية والتنكسية؟ العلاج الأساسي هو للنخاع العظمي، يعني نقص الدم أو نقص المناعة أو سرطان الدم، هذه كلها تلقائية تعالج إما بنقل النخاع العظمي أو بنقل الدم من الحبل السري. لكن هناك أبحاث جديدة وأثبتت يعني بشائر، وهي علاج التوحد، علاج
الأمراض العصبية اللي هو الدماغ شلل الدماغي، علاج الجلطات الدماغية عند الأطفال بالأخص، وهذا يعني له أبحاث كبيرة وناجحة في جامعة أمريكا. هذه تشجع على تخزين الدم أو تخزين دم الحبل السري، لأنها هي بسرعة تحتاجها. يعني الطفل التوحد ببين بعد سنتين ثلاثة، صحيح. الأحداث التشنج العصبي في الأطفال كمان في عمر صغير. حتى في أستراليا فكروا أنه يخزنوا دم الحبل السري لكل طفل، لأنه إذا بده يكون عنده شلل دماغي بده يبين بعد سنة ماكسيموم بالأكثر، يعني 6 أشهر سنة، فيمكن استخدامه لكل طفل بالسرعة المناسبة. ما بعرف إلى أين وصل القانون عندهم بهذا الموضوع. يعني دكتور، نحن نتحدث عن أفاق واسعة والكثير من البحوث العلمية التي تجرى حول استخدامات الخلايا الجذعية، منها من يقول بأنها تستخدم لعدة أنواع من السرطانات كعلاج، ومنهم من يقول أنها يمكن استخدامها للأمراض العصبية مثل الباركنسون والتصلب المتعدد وكثير وكثير من الأمراض. هل هذه البحوث العلمية رأت النور دكتور، وصلت إلى المراحل السريرية؟ في كل عضو في الجسم في خلايا جذعية لنفس العضو. نعم. يعني في الرئة تجدي خلايا جذعية داخل الرئة. نعم. في البنكرياس، في المعدة. فآخر اكتشاف والمهم جدا واللي حيعمل ثورة في الطب هو اكتشاف الخلايا الجذعية في البنكرياس، والتي استخدمت لعلاج السكري ونجحت، بالأخص السكري الأول. من هنا يعني تتوسع الأمور ولا تقتصر على دم الحبل السري، بل تنتشر أيضا في الأعضاء الأخرى. يعني ممكن دكتور إذا ما كان جنين أو حديث الولادة أنه ممكن يتم استخدام خلايا الجذعية، بمعنى آخر ما راحت عليه الفرصة إذا إجاكم مثلا شخص بالغ وقرر مثلا أنه يتم، أو مثلا امرأة تخضع لعلاج كيماوي أو قرر لها علاج كيماوي مصابة بالسرطان وقررت أن تعمل مثلا تجميد للخلايا الجذعية عندكم، ممكن دكتور؟ وارد؟ طبعا هي بدها تكون يعني في التباس، بدها تكون حامل هي. نعم. هي او السؤال بيكون ادق اذا قلنا وحدا مريض في سرطان الدم عنده قريب او قريبه حامل، ممكن ننتظر ولاده الطفل وناخذ الدم منه ونستخدمه لعلاج. يعني يجب أن يكون حديث الولادة دكتور؟ بنفس لا اليوم. لا يمكن أخذ خلايا جذعية من البالغين؟ البالغين فقط يعني في لسه بطور التطوير، أما الخلايا الجذعية الجاهزة هي عند الوليد. نعم. الآن دكتور نتحدث عن محور آخر في غاية الأهمية وهو بنك الخلايا الجذعية. نسمع ببنك الدم، نسمع ببنك الأعضاء، اليوم بنك الخلايا الجذعية دكتور، كم كان له دوراً فاعلاً في تسهيل هذه الإجراءات؟ في السابق كنا نتعامل مع أمريكا والدول الغربية لاستخدام الخلايا الجذعية، اليوم في المنطقة انتشرت البنوك، واليوم نحن في بنك الخلايا الجذعية الأول والوحيد في الأردن. في البداية بدأنا في عام 2005 نرسل دم الحبل السري لأطفالنا لأمريكا. نعم. لبنك في بوسطن، وهناك في بنك بوسطن يعملوا اللازم الطبي ويخزنوا الدم، وإذا احتجناه لعلاج معين نطلبه ويرسل لنا. كم يأخذ وقت كان دكتور لحتى يوصل؟ يعني بأقصى أسبوع. بأقصى أسبوع، والخلايا الجذعية تبقى فعالة. نعم. يرسل بالنيتروجين السائل. نعم. يعني طلبنا عدة مرات ووصلنا خلال أسبوع بحالة جيدة. اليوم احنا فكرنا لماذا نرسل لأمريكا، لماذا لا ننشئ بنكا لهذا الغرض في الأردن، وكان هو أول بنك في المنطقة أصلا. يعني عظيم. لسه ما كانش في أي دولة عربية هذا البنك. بعدين
نشأ في لبنان والإمارات ومصر، في كل واحدة منها بنك. الآن لا نحتاج لكل هذه المدة، احنا خلال نصف ساعة يكون دم الوالدة أو دم الوليد يكون وصل هنا. يعني فريق طبي من عندكم بروح هلا هون بيروحون على طول، احنا بنستخلص الخلايا الجذعية في هذا البنك ونجمد الخلايا وتبقى مجمدة إلى سنين طويلة، 30 سنة. عظيم. وهذا السرعة بتساعد، لأنه أسوأ شيء للخلايا الجذعية الدموية الحبل السري هو التأخر في معاملة الدم. صحيح. الوقت المناسب هو 48 ساعة، قد تتحمل 72 ساعة، لكن بعد ذلك تفسد هذه الخلايا. وإحنا واجهنا مشكلة لما في انفجار في أيسلند، لما انفجر البركان. نعم. تتذكر يوقف الطيران لأمريكا أسبوع. صحيح. من هنا وجدنا أنه إحنا يجب أن يكون لدينا التقنية في البلد، في داخل البلد. كل شكر لحضورك معنا الدكتور ماهر الصراف، مستشار أول جراحة نسائية والتوليد ورئيس مجلس إدارة مستشفى الأمل. شكرا لكم.